صباح الخير من جديد، ومن صبح على كل اللي انضموا لنا هلا بدنيا يا دنيا بفقرتنا الفنيه والثقافيه لليوم. رح يكون معنا ناقد ومخرج مسرحي، عمل كمخرج مسرحي ورئيس قسم النشاطات الفنيه ومدير دائره النشاطات الفنيه ايضا بجامعه اليرموك، وهو ايضا من المخرجين الرواد اللي اخرجوا المسرحيات الغير معربه او المترجمه. حصل على بكالوريوس الاخراج المسرحي من القاهره والماجستير في الفنون المسرحيه من بغداد. نرحب بالمخرج والناقد المسرحي باسم دلقموني. أهلا وسهلا فيك. أهلا بك. أهلا وسهلا، شرفتنا. ذكرت بالمقدمة أنه أنت حصلت على البكالوريوس بالإخراج المسرحي من مصر. دراستك بمصر ويعني خلينا نقول تعاملك مع الفنانين المصريين أو الثقافيين المصريين المثقفين، شو أثر عليك البيئة المصرية؟ أولا شكرا على الاستضافة واللقاء. يعني أنا مبسوط يعني الحقيقة. إحنا أكيد سعيدين بوجودك. الله يخليك. بالنسبة للدراسة في القاهرة هي أهم يعني شيء في حياتي. ليش؟ لأنه أول ما فكرت إني أدرس كانوا الناس يضحكوا علينا. الحكي هذا في السبعينات، إنه شو رايحين يدرسوا يعني في المسرح وبندرس المسرح. فكان هاي يعني بالنسبة إلي علامة يعني إنه يعني مجازف رايح، يعني لأنه نظرة الناس كانت والمجتمع في الأردن غير. لكن الحقيقة أنا رحت للقاهرة ودرست في المعهد العالي للفنون المسرحية وأكاديمية الفنون، ويعني كنت مندهش يعني للوضع. ليه؟ لأنه كان مش بس معهد المسرح، كان أكاديمية الفنون أول ما تدخلي معهد السينما وبعدين الكونسيرفتوار والبالي. فلما كنت أنا أول مرة بدخل هاي المنطقة أو المكان أدهشني، لأني كنت أسمع صوت اللي بيغنوا أوبرالي يعني، فيعني كنت مندهش جدا. حراك فني تأثرت يعني مش طبيعي كان في مصر، ومصر معروفة في طبعاً المسرح وبالفنون الفن. كلها طبعاً أم الدنيا في الأمور هاي. أكيد. فالحقيقة يعني أول ما يعني بدأت أدرس يعني في أساتذة كثير درسوني، ويعني لازلت يعني أنا بكن لهم كل الاحترام والتقدير. منهم لازال موجود والله يطول عمره، ومنهم الله يرحمهم. الله يرحمهم. يعني من الأساتذة اللي درسوني ويعني أثروا في الأستاذ سعد أردش مثلا، كان أستاذ عظيم طبعا. الأستاذ جلال الشرقاوي. بعدين أول أنا ما رحت كان في الفنان محمد صبحي المعروف، كان خريج جديد، فكان عامل زي استوديو فن. فأنا رحت له بكل براءة وقلت له يعني أنا حاب يعني أشتغل معك. كان عامل تجربة حلوة على درج المسرح، معهد المسرح عن هاملت، وكان ساعدوا فيها وقتها الدكتور رفيق الصبان، فرحب وأنا بديت أشتغل. هاي برضو يعني بعتبرها بالإضافة لدراستي في المعهد مع محمد صبحي الفنان الكبير، يعني كانت علامة كويس يعني أثرت فيه. أثرت فيه يعني كثير. خلينا هلا ننتقل أيضا أستاذ، يعني أنت عملت ودرست أيضا بجامعة اليرموك لعام 2007، قعدت فترة طويلة بجامعة اليرموك. شو وضع النشاط الفني بجامعة اليرموك بالوقت الحالي؟ والله أنا حاليا يعني تقريبا بعيد عن يعني الجامعة، يعني ما بتابعش يعني. إنما لما كنا إحنا لما بدينا في جامعة اليرموك كانت في طور التأسيس، فبدينا يعني نشتغل في المسرح، في الموسيقى، في الفلكلور، في المرسم. فكان يعني في تشجيع لأنه يعني الجامعة جديدة، فيعني كان النشاط فيها كثير قوي. بعديها فترة يعني تم تأسيس كان دائرة الفنون الجميلة من ضمن هالدراما. فكانوا مرات لما ما يجي أستاذ أو يعني أستاذ يعتذر، فكانت الإدارة يعني تكلفني بأني أدرس في الدراما في الفنون المسرحية.
فيعني كانت الأنشطة في عزها في اليرموك يعني. بعتقد أنا كمان إنه جامعة اليرموك لازم يكون فيها نشاط أو حراك فني متميز يمكن خلينا نقول عن الجامعات الثانية، لأنه أول كلية فنون أقيمت بجامعة اليرموك بالأردن. أنا بحكي لك أول فترة كان يعني القسم أو يعني الفنون بشكل عام والدراما كان كويس، كان ممتاز، يعني يجوا الناس الطلبة والطالبات حابين يدرسوا مسرح أو حابين يدرسوا فن تشكيلي أو موسيقى. أو بعدين صار في تقييد للعملية، كان يطلع طبعا في طلاب يعني تخرجوا يعني كفاءات عالية فنية. صحيح. في اليرموك يعني بذكر منهم يعني في شباب كثير يعني وليعذروني مثل جميل براهمة، إياد نصار، كان أشرف العوضي، يعني محمد الإبراهيمي، أحمد العمري، حكيم حرب، يعني كان عناصر يعني مثلا هو مش شرط إنه الواحد يدرس معناه يكون علامة في الفن هاي، يعني لو تخرج 10 وطلعوا 2 ممتاز يعني يكون أصحاب مواهب عالية. أكيد. يعني في عنا اتصال أستاذ، خلينا ناخده معنا. شيراز، هلو. ألو، صباح الخير. صباح النور. أهلا، كيفك؟ أهلا وسهلا. أنا كثير بحب برنامجكم، كثير كثير حلو. شكرا. فقراته كثير متنوعة ويعني بتجذب المشاهد إنه يحضرها. الله يخليكي، شكرا لك. ميرسي حبيبتي. بس أنا كثير لفت انتباهي هذا موضوع الفن والفنانين والثقافة الصراحة يعني أول إشي معلش أنا آسفة لضيفك الموجود إذا بتقول هالكلمة، أنتوا خذولنا حقوق الممثلين القدامى، لحتى إحنا يلي يعني عنا طموح في يوم من الأيام نصير ممثلين أو نصير مطربين أو ندخل المجال الفني نفوت بقوة وعزم، وإحنا متأكدين إنه كل حقوقنا ما رح تنظم في يوم من الأيام، وإنه رح نكون واقفين على خشبة صلبة قوية تحمينا. هلا كثير من الممثلين القدامى العظمى، يعني اقول لك مثال، يعني المرحوم محمود صايمي الله يرحمه ويحسن اليه والفاتحه لروحه، توفى وترك وراء عيني انا ما بعرف والله شخصيا، انا مجرد اني عم بشوفه على التلفزيون، يعني لا حدا يفكر اني لا سمح الله عم بتسول لاهله او شيء، ويعني والله شاهد اني انا ما بعرفه شخصيا ولا بعرف حدا من عيلته، لكن هو فنان انا كنت بحبه طبعاً. بحب فنه الراقي، والمني جدا لما توفى والمني جدا انه ما كان يجد فمن علاجه، فانا يلي يعني عندي طموح في يوم من الايام اصير فنانه، لما اشوف هيك مصير فنان عظيم قبلي صار في هيك، طب انا شو ما رح تتشجعي ابدا. طيب شيراز انقطع الاتصال، على كل حال ممكن اعلق على الموضوع هذا. الحق معها يعني يعني فعلا الفنان، انا الي 3 سنوات يعني ما فيش، يعني المفروض وزاره الثقافه نقابه الفنانين، وفي الي زملاء كثير، يعني الاخ محمود صايمه الله يرحمه يعني كان يوم بيوم، واحنا حاليا انا مثلي انا يعني حاليا ما فيش شغل، يعني انا في البيت بقرا بطالع، لكن الحقيقة يجب أن تكون متابعة من أصحاب يعني المسؤولية مثل وزارة الثقافة، نقابة الفنانين بالذات، يعني المفروض النقابة تتابع عناصرها أو أعضائها شو أخبار، على الأقل تتصل فيهم تليفون مرحبا كيفك شو أخبارك، يعني يمكن أنا عندي ظروف ما مش دائما أروح على النقابة أو نادي النقابة يعني للأسف عندنا يعني النقابة وقت الانتخابات يعني ما في رعاية تامة للفنان، والحق معها الدور يعني الأساسي هو بيقع على اللي النقابة اللي لازم يعني نعم. طبعا لازم تحافظ على حقوق فنانينها وتعطيهم الدعم حتى لما يكبروا لما يعني ترعاهم، في فنانين كثير يعني حاليا زي أديب الحافظ زي يعني لازم يعني يكون في رعاية من النقابة من الوزارة طبعا، لأنه هم أصلا يعني قدموا وكان في لهم دور منيح بتأسيس نعم. ودور فعال بتأسيس الحركة الفنية الأردنية نعم. إذا هلأ ننتقل على الجامعة الأردنية يعني نعم. أستاذ إذا إحنا بدنا نحكي على الجامعة الأردنية، الجامعة الأردنية قدمت العديد نعم. من الفنانين العريقين الفنانين القدماء اللي قدموا كتير للحركة الفنية الأردنية،
الفنية وبهذا الزمن اللي أنا عم بحكي فيه ما كان أصلا في كلية فنون بالجامعة الأردنية بمجرد النشاطات اللامنهجية خرجت هاي الكمية الكبيرة من الفنانين والقامات الفنية العامة. الآن في كلية فنون بالجامعة الأردنية وعم بتخرج عدد خلينا نقول جيد أو مقبول من الطلاب من كلية الفنون، بس ما عم نشوف أي مواهب تذكر أو ما عم بتقدم أي مواهب إحنا ممكن مثلا ننتبه لإلها من هدول الشباب. برأيك يعني وين الخلل؟ أنا بحكي لك يعني أنت حكيت النشاطات اللامنهجية والمسرح الجامعي في الجامعة الأردنية. طبعا الجامعة الأردنية هي قدمت الركيزة الأساسية الأولى للمسرح الأردني، يعني كانت تعطي دفع للحركة المسرحية الأردنية. كانوا طبعا اللي بالنشاطات اللامنهجية حبهم، يعني اللي بدرس زي أنا بتذكر يعني عناصر كثيرة من اللي أنا واكبتها زي الأخ أشرف أبازة، عيسى سويدان، الأخ زهير النوباني، ومن البنات كان عناصر كثير يشتغلوا، هذولا داخلين الموهبة. عيسى سويدان كان يدرس رياضيات، أشرف أبازة اقتصاد، هذا داخل بحب وموهبة وبحب المسرح وبحب الفن وكان يطالع ويدرس ويهتم. إنما أنا يعني في الفترة الأخيرة كليات الفنون خاصة بالدراما حاليا اللي بدخلوا ما لهم مش علاقة في المسرح ولا بالثقافة ولا بالأمور الفنية، من هنا في صار الخلل أو الجاب يعني في الموضوع. إنه أنا بالنشاطات العادية يعني يجيني طلاب موهوبين ويشتغلوا، هاي هم مستمرين ونجوم نجوم على مستوى الوطن العربي. صح. بينما الفنون إذا خرجت قلة اللي يظهروا يعني معدودين على أصابع، فيعني في فرق يعني شاسع بالقضية هاي. يعني من الاتصال اللي أخذناه من الأخت شيراز اللي حكت معنا وقالت إنه هي بتحب الفن بس ما في أي تشجيع لإلها، وأصلاً الوضع الفني الحالي بالأردن ما بيشجعها أصلاً إنه هي تتجه للفن. إيش تحكي للمواهب الشبابية بالأردن اللي بحبوا الفن وحابين إنهم مثلاً يكون عندهم دور بالمسرح، يقدموا أدوار مسرحية ويدخلوا بمجال التمثيل بشكل عام؟ يعني أنا لا بالعكس، يعني بقول اللي عنده موهبة وحاس في نفسه ما يتأخر، يعني ما يتقاعص، يعني يتقدم. يعني إذا كل واحد بده يفكر إنه والله الوضع الاجتماعي، الحالة الاجتماعية، الناس بتحكي، ما بصيرش يعني حركة فنية. فلو الكل يعني في ناس كمان من زملائنا ضحوا، يعني مثل قمر الصفدي، مثل سميرة خوري وكثير طبعا، وهيهم يعني بيقدموا للحركة الفنية الأردنية بشكل رائع. يعني ما أنا ما بقول يعني ما في داعي إنه والله خايف أو متردد أو كذا، لا أنا بشجع إنه ما نفقد الأمل أبدا. طب يعني نرجع نسألك مرة أستاذ باسم، يعني وين أنت عن العمل المسرحي؟ في غياب نقدر نقول، شو السبب؟ والله أنا حاليا يعني ما فيش، أنا حاب أشتغل يعني في المسرح الحقيقة. ويعني أنا من الناس اللي بشتغل مرات في مسرحيات شوي صعبة، من مسرح العبث والمسرح اللي فيه يعني ذهنية وهذا، لكن بحب أحكي شغلة أنه أنا تعاملي كان أكثر مع الهواة، يعني اللي هم زي ما حكيت أنت بالنشاطات اللامنهجية، يعني هو جاي يحب يشتغل في المسرح فكنت أتعامل معهم، وفي منهم من كانوا يدرسوا بالفنون يعني مش شرط في المسرح، فكان يعني يطلع منهم مواهب كويسة. لكن الحقيقة أنا إلي 3 سنوات يعني بعيد، لكن إلي حنين لخشبة المسرح ولمسرح أسامة المشيني والمركز الثقافي الملكي، وبتمنى أني نتمنى. إن شاء الله أني أقدم عمل أكيد. مسرحي. خلينا نحكي هلأ عن النقد المسرحي. يعني حسب المعلومات اللي موجودة عندي ومما قرأته بيقول أنه منذ النصف الثاني من الستينيات واللي ترافق مع بداية الحراك المسرحي والحركة المسرحية بالسبعينات كان في هناك نقاد قامات بتقدم النقد المسرحي، مثلا إذا بدنا نذكر منهم الأخوين ياغي، عبد الرحيم عمر، وأيضا الدكتور محمود سمرة. هلأ يقال إنه النقد المسرحي تراجعه، أكيد هذا إشي إحنا عم نلاحظه، ومعروف طبعا إنه الحركة المسرحية والنقد بتوازوا مع بعض. شو أسباب تراجع النقد المسرحي أستاذ؟ يعني أنا بدي أحكي شغلة،
يعني بتتقدم الحركة المسرحية بتقدم الحركة النقدية المسرحية. للأسف يعني لا يعني بقدر أقول يعني مش يعني 100% ما فيش حركة نقدية مسرحية أردنية، وفي متخصصين أنا منهم. يعني أنا كتبت عدة أبحاث في عن الفكر وعن المسرح الطفل وعن، لكن يعني ما فيش يعني رعاية تامة يعني مثلا من وزارة الثقافة من نقابة الفنانين أنه لازم نعمل ورشات يعني لأسلوب كيف يعني يكون النقد، كيف عملية النقد المسرحي، لأنه إذا ما كان في نقد مسرحي ما في حركة مسرحية. فالنقد المسرحي حاليا يعني مش بقدرش أقول عنه يعني 100% يعني متراجع. ماشي أو مواكب الحركة المسرحية تمام، متراجع. يعني حابين بالنهاية نسمع أكثر أستاذ باسم عن رؤيتك وتصورك لتنشيط الحركة المسرحية. أنا بقترح يعني إحنا كنا مرة عملنا لقاءات كثيرة عن إنه كيف ننهض في المسرح، وكان في فكرة إنه نعمل فرقة مسرح وطني. أنا من يعني من قناة رؤية بحكي للمسؤولين إنه يجب الاهتمام في تجسيد هذا الشيء، إنه نعمل فرقة مسرحية وطنية متفرعة. يعني مسرح وطني مش يعني يعمل يعني في اتجاه واحد، عدة اتجاهات متفرعة في المسرح الأردني، هذا مع خلق حركة نقدية مسرحية بواكب التطور، ويعني بصير في نهضة مسرحية أردنية. هذا لا يعني أنه ما في حركة مسرحية فيه، لكن إحنا بنأمل أنها تكون أقوى من هيك. أقوى. أنا بدي أتمنى لك كل التوفيق أستاذ، والله يعطيك طولة العمر يا رب لحتى تقدم العديد والمزيد من إبداعاتك. شكرا لك. شكرا. المخرج والناقد المسرحي باسم دلقموني، وأهلا وسهلا فيك. شكرا لك وشكرا لكم. أهلا وسهلا.